جبت لكم اللول بنفسه، صحيته من النوم صحيت تاني. هو طول الشتاء نايم، يعني انا ما بشوفوش طول الشتاء غير الساعة 5 الفجر، تمام، يصحينا نصلي الفجر مع بعض، وبعدين بقى يفضل ايه نايم جنبي، فاللي هو انا مش هسيبك، إيه انا هفضل قاعد جنبك ومفيش نوم، يفضل قاعد جنبي من الساعة 5 الفجر لحد مثلا الساعة 9 10 الصبح، لكن نوم ما عندناش نوم. لكن اللول زي ما انتوا شايفين كده هو طول اليوم نايم، يعني انا ما بشوفوش، والله ما بشوفوش غير الوقت بتاع من الفجر للساعه 9 10 الصبح، ده غير كده هو يا نايم يا يصحى ياكل يعمل بيبي يدخل ينام تاني. انا مش فاهمه في ايه، في ايه طول الشتاء يعني. انت وحش الناس، احنا بقالنا كتير قوي ما بننزلهمش فيديوهات. يا لولو لولو، روحوا روحوا روحوا، لا 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 لا، غدر لا غدر لا غدر لا، بص كده هنا، بص هنا كده. المهم مفيش مهم، مفيش حاجة مهمة. انزل 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 انزل. اللي كان بقاله يومين واخد تطعيمين، خد تطعيم الديدان وخد تطعيم الحشرات، فكان مهمد مهمد وما كانش بياكل. فانا عايز اعرف يا جماعه، هو بجد التطعيم ده بيتعب ولا لا؟ عشان خاطر هو كان تعبان قوي وما كانش بياكل الصراحه، فمش عارفه. ولسه اصلا هياخدهم تاني اخر الشهر يوم 23، عشان خاطر انا اتاخرت في التطعيمات، يعني نعتذر عشان خاطر دوحه ما يصور. انا مش عارفه اصور امتى، انا اسفه.